بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ الناس اللي كانت بتكلمنا عن موضوع الزواج التقليدي والزواج عن حب والعلاقات العابرة والقصص الحمضانة الكحيانة دي، احنا دلوقتي داخلين على زمن بلوتو الدلو من 2024 كده لحد 2044، وانت عارف وانا عارف والشعب كله عارف ان بلوتو ده الكوكب العظيم ده اسمه كوكب التحولات، وكوكب يعني تقريبا التحولات بالانجليزي يعني ترانسفورميشن، او يعني اللي هو ايه، يهدم المجتمع من الجذور ويبني مجتمع جديد. ده بلوتو معناه الهدم من الجذور، ومعلش الخط لو انت ايه بنكتب بسرعه، الهدم من الجذور، ومعناها انه يحصل التحولات الاجتماعيه. يعني ايه بقى التحولات الاجتماعيه؟ يعني انه كل اللي انت شايفه في المجتمع ده اللي هو الاسره، وان الاسره دي بتتكون من اب وبتتكون من ام، وفي حاجه اسمها رجل وفي حاجه اسمها امراه. لا 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 اصبر، انت لسه ما شفتش حاجه، انت كنادي الزمالك لسه ما شفتش حاجه. اول شيء لازم يا بيه تروح تتفرج على الفيلم بتاع هو از او من، ماشي، او ومن كده، ما هي المرأة. لما تشوف الفيلم ده هتعرف يعني ايه بلوتو الدلو، وهتعرف انا جاي اكلمك في ايه، هتعرف شكل العلاقات الاجتماعية وشكل الحب والزواج والكلام ده. احنا دلوقتي هنتفق اتفاق انه في هنا اتجاه اليمين، وفي هنا كده اتجاه الشمال بتاع الناس الشمال، ولاد الرقاصة. معلش احنا هنكتب على الشمال هنا كده ولاد الرقاصة، دول ولاد الرقاصة اللي هم مين بقى؟ الناس الملاح ده، العيال العلمانيين، العيال الليبراليين، دي معروفين دول ولاد الرقاصة، دول كده حزب ولاد الرقاصة، هم حزب واحد، الحزب الشمال، ولاد الشمال. دول اللي بيعبر عنهم مين؟ الحزب اليساري الجمهوري، أو الحزب اليساري الديمقراطي، معلش، الحزب اليساري الديمقراطي بتاع الديمقراطية وحقوق الإنسان. أوكي، طول بالك، طول بالك، طول بالك، أنت لسه ما شفتش حاجة. أنت حضرتك كنت عايز إيه؟ أنت كنت عايز هنا زواج عن حب، وكنت عايز هنا ان البنت تقابل صاحبها في الجامعه تتزوجوا، وعايز حاجه اسمها زواج التجربه، وعايز حاجه اسمها مساكنه، يعني علاقه جنسيه بدون زواج. وبعدين تقرفنا، يعني انت عايز جنس بدون اطفال، ولو جاب طفل او البنت حملت في طفل تروح للاجهاض، وعايز حاجه تحلل الاجهاض وتضمن حقوق الاجهاض. انا من فين اجيب لك حقوق الاجهاض؟ يبقى انت عايز حقوق الاجهاض بقى، يبقى انت عايز هنا كده حقوق الاجهاض. يبقى انت ليه؟ لانك ماشي مع العيال ولاد الرقاصه اليساريين. طول بالك عشان هتفهم حاجه في اخر الفيديو. يعني انت في اتجاه اليمين، انت مش عاجبك زواج الصالونات، صح؟ صح، انت مش عاجبك الزواج التقليدي اللي هو زواج الصالونات، انت مش عاجبك الزواج على الشريعه الاسلاميه. اوكي، انت مش عاجبك يا سيدي انه يبقى فيه التزام وانضباط، وان الحب بيجي بعد الجواز والكلام ده. قالك لا، الجواز عن حب هو اللي بيدوق، مفيش حاجة بتدوق. الجواز الصالونات والجواز التقليدي ممكن يحصل طلاق، الجواز عن حب او الزواج عن حب ممكن برضو يحصل طلاق، مفيش ضمان لاستمرارية العلاقة في كلا الحالتين. اكتب هنا كده جملة مفيدة مشتركة، لا يوجد اي ضمان لاستمرارية اي علاقة مع اي شخص. انا ما عنديش ضمان للموضوع ده، ما عنديش ضمان من الشركه المصنعه. طيب طول بالك، ايه اللي حصل؟ عباس الكسر، لما تشوف الفيلم بتاع هو از وومن، انت كان عندك شويه حاجات لازم تفهمه. انت كنت بتتكلم في ايه؟ في حقوق المثلي او حقوق المثليين، ان 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 الرجل يتجوز رجل والمراه تتجوز مراه. يعني ترسم كده العلامه بتاع المريخ، ماشي، وجنبها العلامه تانية بتاع المريخ، الرجل بيتجوز رجل، دي مصيبه سوداء، وان الزهره تتجوز زهرة، ان المرأة تتجوز مرأة. اوكي، مفيش مشاكل. الموضوع بقى قلنا خلاص، دول كده فئة قليلة في المجتمع، فئة قليلة في المجتمع، وعادي جدا، ويعني فئة قليلة والله يستر عليها وخلاص، وكل امتي معافى الا المجاهرون. قالك لا، احنا عايزين نعمل حاجة اسمها مسيرات الفخر. ما هي مسيرات الفخر؟ يوم تقريبا 10/6 تقريبا من كل سنة، ما ادري كم، هشوفها هنا في الجوال. مسيرات الفخر انه احتفال المثليين، اللي هم الناس اللي عندهم مثلية جنسية، الرجل يركب الرجل والمرأة تركب المرأة، مفيش مشاكل. اهدى بس، اهدى اهدى، طول بالك، اللي جاي اوسخ من اللي راح، بس اصبر وطول بالك. القصة ما وقفتش عند حقوق المثليين، القصة وقفت عند فرض
المثلي، انك تقبل بوجود اشخاص مثليين جنسيا. ده مش كده بس، انت لو ما قابلتهمش احنا هناخد منك اطفالك اللي انت خلفتهم من الاب والام هنا، اللي هو الرجل والمراه، ده احنا هناخدهم ونخليهم يتربوا مع الرجل الاول والرجل الثاني والمراه الاولى والمراه الثانيه. ده اسمه الاب الاول وده اسمه الاب الثاني، ما هو راجل متجوز رجل، وده اسمه الام الاولى والام الثانيه. دي شغلانه بنت كلب. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الحزب الشمالي، ابن الشمال، ابن الحرام، بتوع اولاد الرقاصه، بتوع جو بايدن وهيلاري كلينتون واوباما، عيال الحرام، عبدة الشيطان. دول كده عبدة الشيطان، ماشي؟ يعني انت لازم تفهم ان ولاد الرقاصة الملاحدة دول عبدة الشيطان، يغيرون خلق الله. اصبر اصبر، ما بعد شفت شيء، اصبر، القادم مذهل، القادم. انا بعمل ايديت على الموضوع ده واقول لك القادم مذهل. يعني انت حضرتك كنت معترض على الزواج اليميني والزواج وبتدور على الزواج عن حب، ما هو المشكلة فين بقى؟ انت عارف فين المشكلة؟ ان انت اساسا انت كنادي الزمالك انت غير مؤهل للزواج عن حب يا ابني. يعني احنا خلينا الاول نتفق اتفاق بس كده. هو الاول نتفق اتفاق، ما هو الاتفاق اللي احنا عايزين نتفقه؟ نتفق اتفاق ان حضرتك ممكن تكون فاشل جدا في الحب والزواج، ماشي، وممكن تكون في الاتجاه الاخر ناجح جدا في الحب والزواج، ماشي، اوكي، وممكن تكون في النص، شوية فشل مع شوية نجاح، اوكي. هنا انت راجل فاشل جدا. ليه فاشل جدا؟ لان انت عندك زحل قاعد في البيت السابع، زحل قاعد في البيت الخامس، عندك زحل تربيع الزهرة ومقابلة الزهرة ومقترن مع الزهرة كمان، زحل مقترن مع الزهرة، فانت انسان فاشل في الحب ومش فاهم يعني ايه علاقات ومش فاهم يعني ايه حاجة، اوكي. انت عندك كمان المريخ، المريخ ده اللي هو كده هو عامل تربيع او عمل مقابله مع الزهره، فحضرتك فاشل في الحب لان كل الناس عارفه انك فاشل. هتعترف جدا بالفشل واعترف جدا بسوء الاختيارات، وتعترف جدا ان انت ما يظهر لك في حياتك الا النطيحه والمترديه وما اكل السبع والكلاب الضاله كلاب السكك في الحب والزواج، اوكي اوكي. دلوقتي انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت بتجرب بختك يا قليل البخت، وقال لك قليل البخت لا العظم في الكرشه. فانت جربت حظك في الحب وكل اللي بتختارهم النطيحه والمترديه وما اكل السبع، اوكي. انت بقى هنا جربت ثلاث علاقات فاشله، العلاقه فاشله، علاقه فاشله، علاقه فاشله، وبعدين نجحت في علاقه رابعه، يبقى نجحت في في المحاوله الرابعه، في المحاوله الرابعه. واحد تاني غيرك واحصائيه ومش عارف ايه، قال لك ايه بقى؟ قال لك الانسان لازم يحب ست مرات، مره وتفشل، ومره وتفشل، ومره وتفشل، ومره وتفشل، والمرة رقم 5 وتفشل، والمرة رقم 6 وتفشل، هتنجح في المرة رقم 7. ده لو انت بتدور على شريك الحب المثالي وشريك الحياة المثالي والهري ده، يبقى دول شوية نجاح وشوية فشل. انت بقى واحد عندك ناجح في الحب وفي الجواز وفي العلاقات، وانت كده كده انسان احنا مش هنتكلم عنك لان انت انسان لا تعاني من مشاكل، وبالتالي مش هنتكلم عنك، اوكي اوكي. ايه علاقة الموضوع ده بالموضوع اللي وراه؟ الموضوع اللي وراه اللي هو ده هو، ان حضرتك هنا انت كنت بتدور عن شخص تحبه واحبه ونعيش قصه حب، وانا مش عايز اصدمك في عيشتك واقول لك ان انا ما عنديش اي ضمان لاستمراريه اي قصه حب، فانت هتقعد ايه بقى؟ هتعمل زي الكلب الضال في الشارع، قصه حب الى قصه حب الى احبني واحبك واحبني واحبك وتوصل معايا واحبني واحبك ونقعد نحبني واحبك، وطالع من علاقه داخل في علاقه، طالع من علاقه داخل في علاقه، طالع من علاقه داخل في علاقه. ده انت فاضي، اوكي. اللي جاي بقى، اللي جاي بقى هيصدمك يا بيه، اللي جاي هيصدمك يا بيه. احنا قلنا اول حاجه في الصدمات ان نتكلم عن حقوق المثليه الجنسيه، القصه مش قصه كده، ولا قصه انه الاطفال يتربوا مع المثليه الجنسيه، لا. خد بقى اللي جاي، اللي جاي يا سعاده البيه انه يتم فرض التحول الجنسي، وفي حاجه اسمها السكس اللي هو الجنس، وفي حاجه اسمها الجندر تقريبا كده، الجندر اللي هو ايه بقى؟ ايه الجندر ده؟ الجندر ده ما حدش عارف يعني ايه الجندر، يعني انا ما اعرفش يعني ايه الجندر، ما حدش عارف يعني ايه الجندر، الكلمه دي في الترجمه مش عارفين نترجمها. الجنس ده اللي هو انت يعني انت بتعرف نفسك رجل او امراه، انت يعني جسدية، يعني انت عندك هنا الرجل عنده قضيب، ماشي، والمراه عندها مهبل. ده الفرق ما بين الرجل والمراه، اي رجل فهو عنده قضيب واي امراه فهي عندها مهبل. قال لك الجندر بقى اللي اسمها النوع الجنسي، النوع والتوجه الجنسي، ايوه التوجه الجنسي، انه ممكن الرجل، ماشي، خلي بالك، شوف الكلام بقى احنا كده هندخل بقى في التحول الجنسي، ايوه خد عندك يا سيدي، ممكن يكون رجل ولكنه يشعر انه امرأة، يعني الرجل ده رجل سالب، وممكن تكون امرأة بس في داخلها رجل،
معلش انت لسه شفت حاجه، اصبر اللي جاي قال عن من اللي احنا بنشرح فيه ده. ايوه طب وبعدين يا بيه؟ ولا قبل امراه في داخلها رجل. طب وبعدين انت عايز تعمل ايه؟ ممكن الرجل اللي بيشعر ان امراه نعمل له يبقى يصبح رجل بمهبل. هتعمل ايه بقى؟ كورس هرمونات، وبعدين بعد ما يديك كورس هرمونات في امريكا دلوقتي بقى $60,000 لو عايز تعمل عملية التحول الجنسي، وبعدين يقطع العضو الذكري القضيب ويركب لك مهبل. طيب امرأة تشعر انه في داخلها رجل، اوكي مفيش مشاكل. يعني امريكا بتقول لك الحزب اليساري الديمقراطي الامريكي بيقول لك مفيش مشاكل يا بيه، انت من حقك ان انت تحب وتتحب وتشتغل ذكر وامراه، وممكن تكون رجل بس داخلك امراه، وامراه داخلها رجل، ورجل بمهبل، وامراه بقضيب، وسهراه بنت كلب. انت كل ده لسه هتشوفه مع بلوتو الدلو. بلوتو الدلو هيوريك العجايب. انت لسه شفت حاجه؟ اصبر بس، طول بالك اللي جاي العن من كده. فالمراه اللي في داخلها رجل هتصبح امراه عندها كده ايه، امرأة بقضيب، امرأة عندها قضيب، لان الحزب اليساري الديمقراطي الامريكي عايز كده، عبدة الشيطان ونظرية مالتوس، نظرية مالتوس عشان يقلل عدد الناس محتاجين كده. ما هو لازم يفتحوا العلاقات المحرمة بدون جواز، ويزود عدد الاجهاض او الاطفال اللي بتموت بسبب العلاقات الغير محرمة والاجهاض، علشان هم عايزين يقلل سكان الارض. هي القصة كلها قصة نظرية مالتوس. نظرية مالتوس عايز يقلل سكان الارض. احنا عايزين نعمل انقراض للجنس البشري. عشان تعمل انقراض للجنس البشري انت قدامك 3 4 5 6 7 8 محاور تشتغل عليه. احنا عايزين شوية امراض تقتل في الناس، احنا عايزين شوية حروب ومجاعات تقتل في الناس، احنا مش بنحبش الناس. احنا محتاجين تحولات جنسية عشان نعمل عقم للرجالة، نقطع لهم الاعضاء التناسلية او العضو الذكري، نقطع القضيب بتاع الرجل عشان ما يخلفش عيال، ونسمح بوجود المثلية الجنسية. ليه احنا بنسمح بوجود المثلية الجنسية؟ لان احنا الرجالة تتجوز بعضيها، رجل يتجوز رجل ماشي، وامرأة تتجوز امرأة، عشان ما يخلفوش عيال، وبالتالي نقلل من سكان الكوكب، لان نظرية مالتوس عايزة كده، لان الحزب اليساري الامريكي الديمقراطي البتنجان ابن الاحبة عايز كده، لان عبدة الشيطان ولاد الاحبة عايزين كده. اوكي اوكي كمل بس، انت لسه شفت حاجة اصبر، انت مستعجل؟ لا انا هخليك تترحم على زواج الصالونات والزواج التقليدي ده. انا هخليك تترحم على ايام جدك وجدتي والناس اللي كانوا عايشين في الكهف ورجل الغابة الاول، والناس اللي كانوا عايشين في الخيام، والناس اللي كانوا عايشين في البيوت بالطوب اللبن والطوب الني. ده بلوتو الدلو، ده التحولات الاجتماعية، ده هيفشخ لك المجتمع. انت لسه شفت حاجة؟ اصبر احنا بس خليناك سنة 2021 تقبل وجود المثلية الجنسية، رجل بيتجوز رجل، امرأة بتتجوز امرأة. إيه انت مش عاجبك؟ هناخد اطفالك منك ونخليهم يتربوا مع، معلش نكتبها هنا كده اهو، ده اسمه اب اول، وده اسمه اب تاني، وده اسمها ام اول، وده اسمها ام تاني، ونجيب اطفالك يتربوا مع المثليه الجنسيه. انا مش عارف الفيديو ده تحذف من اليوتيوب ولا لا، قناتها تتحذف ولا لا، لانه ممنوع تتكلم عن الناس دول. بس احنا هم طبعا يعني انت لازم تقول عنهم ان هم ناس محترمين، ودي حريه الراي وحريه التعبير وحريه الاعضاء التناسليه، وكل واحد حر في اعضائه التناسليه. يعني الرجل يقطع القضيب ويركب مهبل، يصبح رجل بمهبل، والمراه تقطع المهبل او مش عارف تسد المهبل وتركب مكانه قضيب، وتصبح امرأة بقضيب ورجل بمهبل. مين اللي عايز كده يا ابويا؟ اللي عايز كده الحزب اليساري الديمقراطي الامريكي، ولاد الرقاصة، دول ولاد الرقاصة. من يومهم الله ينزل عليهم نيازك السماء تحرقهم، من يوم يومهم عيال الكلب، من يوم يومهم وهم كده ليهم في الكفر وفي الزندقة وفي الملعنة. ملاحدة كفر عبد الشيطان، ايش تتوقع منهم؟ ولسه انت كمان جاي مع بلوتو الدلو، يا سلام يا ده انت جاي على هواهم، سبحان الله. كأن القضاء والقدر بيجيبهم، سبحان الله. بس ما فيش قضاء وقدر ماشي كده بالفراغ، كله إنا كل شيء خلقناه بقضاء، كله بحسابه، كله بأوان يعني. طيب لسه أصبر بقى، انت شفت كل اللي فات ده؟ كل اللي فات ده قوم اركن بقى كل اللي فات ده كده، هو رجل بيتجوز رجل، وامرأة بتتجوز امرأة، وتحول جنسي امرأة بقضيب ورجل بمهبل، كل ده حاجات كده ايه. وانك تتقبل وجود ومناظر رؤية الاعضاء التناسلية في البتنجان، في المحشي، في اي ناس كده، ناس مريضة، حاجات كده، حاجات غريبة. اصبر اللي جاي بقى ايش؟ ان هم ياخدوا الاطفال من احنا قلنا الامراض، قلنا الحروب والمجاعات، قلنا التحولات عشان يعمل عقم، قلنا المثليه الجنسيه عشان يبقى ما يكونش فيه. اللي جاي ايه بقى في نظريه مالتوس؟
او المخطط بتاع مالتوس عشان يقللوا عدد سكان الكوكب الحلو الجميل اللي احنا عايشين عليه، انه يمسك الاطفال من صغرهم يقول له ولد انت ولد، انت احنا على اي اساس كتبناك ذكر؟ النوع ذكر. احنا ليه كتبناك ذكر؟ لان انت عندك قضيب. طيب احنا على اي اساس كتبناك انثى؟ لان انت عندك مهبل او هي عندها مهبل. اوكي، الاطفال من صغرهم في المدرسة يعرض عليه انت عايز يعني حدد انت ممكن تكون ذكر ميل وده في ميل، بس مو شرط يعني، يعني فكر رجع نفسك اخي الحبيب. يعني الحزب اليساري الديمقراطي الامريكي بيقولك ايه بقى؟ بيقولك راجع نفسك اخي الحبيب، يمكن انت امرأة داخل رجل ويمكن انت رجل داخل امرأة، وانت لسه شفت حاجة؟ اصبر انت بعد ما تشوف الحاجات دي وتشوف الاطفال بياخدوهم بالغصب، بالغصب والاجبار ياخدوا الاطفال في المدارس في امريكا، وطالما الكلام ده في امريكا يا بيه بينتقل للاتحاد الاوروبي الفاشل ابن الفاشلة، وبعدين بينتقل للدول العلمانية الضالة زي دولة تونس العظيمة الضالة، الدولة الضالة دي. شوف ربنا خلق العرب اشكال والوان، اضل دولة الدولة اللي بدأت فيها ثورة الزفت العربي هي الدولة العظيمة اللي اسمها تونس، الجمهورية التونسية. دول علمانيين بالفطر، دول بيرضعوا العلمانية من بز فرنسا، فرنسا تنفخ ديدها وترضع تونس العلمانية، يعبدوا العلمانية. انه الرجل ممنوع يتجوز اربعة في تونس، ده قانون، الرجل يتزوج امرأة واحد. فين احكام الشريعة الاسلامية؟ ما فيش شريعة اسلامية، في على مذهب الفرنسيين، دول بيحبوا الفرنسيين. فانت لما تنتقل من امريكا للاتحاد الاوروبي هتر اول دولة بتعمل ابديت علماني، يعني انت فاهم قبضه العلمانيه الدوله اللي اسمها تونس دي، وخد بقى خد بقى الدول الضاله الثانيه اللي هتسمح بانه يبقى في رجل يتجوز رجل وامراه تتجوز امراه، وبعدين طب اوكي انا بقى رجل متجوز امراه، اوكي ناخد ابنك في المدرسه، انه روح لاطفالك في المدرسه، يعني الاطفال ما سلمت منهم الاطفال. طب ايش بقيت؟ يلا قول لي انت عملت ايه، قول لي ايش بقيت، انت بقيت ايه؟ الرجل قطعت القضيب، والمرأة ركبت لها عضو ذكري تناسلي، والأطفال بتاخدهم في المدرسة تخيرهم إني خيرتك فاختاري، ورجع نفسك أخي الحبيب يمكن أنت رجل في جسم امرأة أو امرأة في جسم رجل، والشغل ده أنت هتترحم على أيام زمان، أنت هتترحم على الأيام الحلوة دي. الشيخ بدر خلف أو الشيخة الأستاذة الدكتورة بدر خلف هي ما تتحسبش في المثليين، بدر خلف ليس رجلا مثليا، هو بيتحسب هنا كده، بيتحسب مع امرأة رجل بمهبل في الخانة دي كده. ليه؟ لانه رجل بمهبل، هو الرجل يعني انت فاهم، هو رجل عايز يبقى امرأة، هو امرأة في جسم رجل، هو رجل ولكن يشعر ان في داخلها امرأة، انت فاهم وفهم انت الباقي. فبلوتو ادالو ده انت لسه عندك 20 سنة، انت مستعجل ليه؟ انت مش انت عايز كنت بتفكر في زواج عن حب؟ حلو، نخلص في نهاية الفيديو الشريف العفيف اللي احنا عاملينه ده. ايوة، ملخص الفيديو الشريف العفيف اللي احنا عاملينه ده. اوكي، اول شيء انت هتترحم على الزواج التقليدي، هتترحم عليه، هتترحم ان في حاجة اسمها رجل وفي حاجة اسمها امرأة. تاني شيء، موضوع الزواج عن حب اصلا انت مش هتلاقي، يعني كلمة زواج عن حب دي مش هتلاقي. ليه؟ لانها هتتحول الى علاقات عابرة، علاقات عابرة وزواج تجربة ومساكنة، ان هم ينطوا على بعض وما فيش جواز، يعني هيتحول زواج عن نمط الاوروبي، يخلفوا عيال وبعدين يتجوزوا، ويخلفوا ولاد حرام، وولاد الحرام دول الشياطين تلبسهم ويعملوا حروب عالمية. هي القصة ماشية كده، في قصة كبيرة. فانت بتدور على الزواج عن حب، اوكي، بس انت هتفشل في العلاقات العابره، لان احنا اتفقنا ان انت انسان فاشل في العلاقات بتاع الحب، فما تدورش عن حاجه اسمها علاقات عابره ولا حاجه. انت بتدور على زواج تجربه، اوكي دور على زواج تجربه، واقعد بقى تجرح في مشاعرك وتفشخ في مشاعرك، احب اقول لك وشومك انت ومشاعرك. المساكنه هو البتنجاء. طيب اوكي، خد بقى الخازوق اللي جاي، ان اساسا 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 هم بيخربوا الدنيا. المراه اللي هي المراه الزهره، يعني المراه
بيخلوها تتمرد على الرجل ويركبوا المرأة على الرجل ويدوها الأفكار النسوية، وهي الحقيقة مش اسمها أفكار نسوية، هي اسمها أفكار فسوية. الرجل تعالى أيها الرجل الحلو الجميل، أنت ده الرجل، إحنا هنمسك الرجل ده هو نخليه يتجوز صاحبه الرجل ويصبح مثلي الجنس. أيوة المثلية الجنسية، الرجالة تتجوز بعضها والنسوان تتجوز بعضها. مش كده بس، ده إحنا هنشجعك إنك تعمل عملية تحول جنسي ونديك كورس هرمونات، وفجأة صوتك يبقى زي النسوان وتبقى الرجل المنسوان. حلو، يبقى انت مسكت المجتمع، فشخت المجتمع، لا في رجالة ولا في نسوان. المرأة بقت متمردة وتشوف ان الحياة الزوجية هي عبارة عن شخص قاعد في 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 قاعده في ستاربكس وقاعده في مش هتكلم. طيب فاصبحت المرأة تحمل الافكار الفسوية المتطرفة والأفكار ضد الرجل، وأصبح الرجل رجل منسوان، ما عادش فيه رجالة، الرجالة ماتت في الحرب، النسوان اتمردت على الرجالة وعايزة تركب الرجالة، والرجالة مش لاقي فلوس عشان تتجوز أساسا، ما هو فقروهم وجابوا لهم الفقر. فيعني أنت هترجع تتندم أشد الندم. اكتب عندك موضوع، احنا قلنا التحول الجنسي، خد بقى أنه من الطفولة ياخدوا الأطفال ويعملوا لهم عمليات تحول جنسي. ده مش كده بس، الغرض من الموضوع ده هو موضوع الأطياف الجنسية. أيوة الغرض من الموضوع ده هو موضوع، نكتبها ازاي دي بقى، نكتبها فين أيوة نكتبها هنا كده، الأطياف الجنسية. يعني ايه الأطياف الجنسية؟ يعني السكس والجندر، انه السكس ده ان هو النوع الجنس او النوع، انت رجل، كيف تعرف الرجل انه شخص لديه قضيب، كيف تعرف المرأة ان لديها مهبل. الحزب اليساري الديمقراطي الامريكي اللي بيحكم اقوى دولة في العالم وبيمول العيال القناة بتاع مستر بيست، اكبر قناة في اليوتيوب، عنده رأي تاني في الموضوع ده. يا اخي ممكن يكون رجل بس هو مرأة، وممكن يكون رجل بس ممكن يشتغل رجل ومرأة، وممكن تكون مرأة بس جواها رجل، وممكن تكون مرأة بس بتتجوز رجل وتتجوز امرأة، وممكن يكون رجل بيمارس الجنس مع الحيوانات، وممكن يكون رجل بيمارس الجنس مع الأموات، وممكن يكون رجل بيتجوز الأشجار والجمادات. في أطياف جنسية، انتوا مش فاهمين الأطياف الجنسية. أطياف جنسية يعني بيمارس الجنس مع الأخضر واليابس، يعني بقى عندهم مشكلة في الأعضاء التناسلية. بلوتو كوكب له علاقة بالجنس، يعني بلوتو ده له علاقة بالجنس، والدلو له علاقة بالمجتمع. تاني بقى كده الحتري ده كده كوكب الجنس اللي هو السكس يعني، والدلو ده اللي هو المجتمع أو التفكير الجمعي. فلما تجيب ده الكوكب ده تدخله في البرج ده، يعني اتفضل يا بيه. ملخص الكلام الهري ده هو إذا ومن، ما هي المرأة للصحفي الأمريكي مات ولش. الفيديو ده اتحذف من اليوتيوب طبعا، الفيديو بتاع مات ولش، ما هو المرأة، أو ما مش ما هو، ما هي المرأة يعني، مات ولش، ما هي المرأة. ده اللي بيشرح لك يعني ايه مرأة. سألهم كلهم محدش عارف يجاوب يعني ايه مرأة، ومش عارف محدش عارف يعرف يعني ايه مرأة. قال لك الرجل ممكن يعرف نفسه ان هو امرأة عادي، يعني اي رجل يكتب على حسابه انا امرأة، انا ادعي ان انا امرأة. يا راجل صلى على النبي. طب انت هتترحم على ايام زمان، عارف النسوان هتدور على راجل تتجوزه ما تلاقيه. ليه؟ لان الرجاله ماتت في الحرب. ليه؟ لانه الرجاله بقى نصهم زي الشيخ بدريه خلف. يعني الاستاذه بدريه خلف هي استاذه، هي مثال لبرج السرطان، شمس السرطان وقمر الحوت، ومثال على يعني ما شاء الله على المستقبل الواعد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فانت يا استاذ او انت يا استاذة، الحق اتزوج قبل ما الرجالة تنقرض، قبل ما الرجالة تنقرض. الفيديو ده انا عملته سنة كم؟ الفيديو ده انا عملته هنا سنة 2023. حلو. بعد ما نوصل بعدها بعشر سنين 2033، برجع الفيديو ده نرفعه على اليوتيوب واعمل مراجعة للفيديو ده، اوريكم نسبة العنوسة وصلت لكم. شوف بقى كده نسبة العنوسة وصلت لكم، الاجهاض، وان الرجال عايزة تنط ومش عايزة تجيب عيال، ونسبة الطلاق وصلت لكم، نسبة البطالة والعطالة وصلت لكم بشكل عام في العالم،
ما بتكلمش على دولة محددة، والمجتمع راح فين، وهل المثليين هيبقى لهم حقوق في المحكمة؟ يعني ممكن تلاقي راجل متجوز راجل وبقينا نحضر حفلات زواج رجالة بتتجوز بعضيها، والنسوان بتتجوز نسوان وبقينا بنحضر حفلات نسوان بتتجوز بعضيها. القصة مش كده بقى، القصة قصة ان في مرأة بتتجوز الرجل وتتجوز المرأة، ويبقى مريخ مع زهرتين. وفي بقى ايه، في سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ان في رجل هيتجوز المرأة عادي وبعدين يتجوز معاها رجل تاني، يبقى مريخ ومريخ وزهرة، وهنا زهرتين ومريخ. انت هتشوف كمية ده اللي بيسموه الباي سيكشوال، الباي سيكشوال، ايش ايش الباي سيكشوال، ثنائية الجنس، او كيف يسموها دي، ثنائية الجنس او ثنائي الجنس. البايسيكشوال ده يعني بيتجوز اي حاجه، امراه بيتجوزها عادي، رجل بيتجوز رجل هتبقى عنده عادي، امراه بتتجوز امراه بتتجوز رجل، بيتفاعل مع الاكس والواي والزد والسالب والموجب، كله بينط على كله. شغلانه بنت كلب، دي شغلانه بنت كلب، شغلانه بنت 66 كلب. من اوسخ الفيديوهات اللي انا عملتها الفيديو الوسخ ده. ليه؟ لان الحزب اليساري ولاد الاحبه بيحكم العالم، لان هيلاري كلينتون بنت الرقاصه، وجو بايدن ابن الاحبه، والواد الثاني ابن الشرطوفه، ايش اسمه، جو بايدن ابن الشرطوفه، ولد الشرطوفه بيحكم العالم. مين اللي جاب لك الافكار دي؟ مين اللي جاب لك الامراض والحروب والمجاعات والتحولات والمثليه الجنسيه والاب الاول والاب الثاني والام الاولى والام الثانيه، ويروح في الاطفال في المدرسه يكبرهم من صغرهم ويقول له يا ابني اختار يا ابني اختار، راجع نفسك اخلى حبيب. يمكن الطفل ياخد الطفل من صغره يقطع القضيب، ياخد البنت من صغره يستأصلوا الرحم او يشيلوا المهبل ولا مش عارف يهببوا في العيشه ولا عشينا. وبعدين انت جاي تقول لي زواج عن حب، هو انت لاقي اي حاجه فيها الروح؟ ما هو دلوقتي اهو انت لاقي، انت شايف الدنيا كيف ماشيه. يعني الشخص الناجح جدا، الشخص الناجح جدا، انت عارف مين الشخص الناجح جدا؟ اللي اتزوج اي زواجه والسلام، اي زواجه والسلام، المهم ان يبقى الطرفين دول يعيشون في سلام، انه ما بيعملوش مشاكل. بس انت في الفتره الجايه دي الناس هتطلب السلامه، تطلب بقى بس احنا عايزين نعيش. حسن الجوار، احنا بنطلب حسن الجوار، احنا مش بنطلب ايه، احنا بنطلب حسن المعشر، حسن العشره. انت مش هتدور بقى انسان بحبه وما بحبه، هو انت لاقي حاجه انت؟ وبعدين يجي لك الرجل يبقى امراه، وبعدين يجي لك المراه تبقى رجل، وبعدين يجي لك مش عارف الطفل من صغره يعملوه. يعني انت دلوقتي بقيت بتمر بتحولات غريبه. وطبعا انت لو شفت الفيلم ده لازم تشوف الفيلم ده او تشوف الفيديو ده، لازم. مات ولش الصحفي الامريكي، مات ولش، بحط الفيديو في التعليقات، مات ولش. هو إذا ومن، ما هي المرأة، ماشي، وإن القادم مذهل، القادم مذهل. أنت لسه شفت حاجة؟ أصبر، ما بعد شفت شيء، أصبر 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 أصبر، ده أنت لسه قدامك، أنت لسه قدامك 20 سنة، 2024. يعني إحنا بسم الله الرحمن الرحيم إحنا لسه بنسخن، إحنا لسه يدوبك، إحنا لسه ما عملناش أي حاجة أصلا. ومات ولش نزل لك فيلم هو إذا ومن، ده إحنا لسه بنقول يا بسم الله يا بسم الله، ما هو تعريف المرأة؟ أيوة، الله أعلم هيطلع إيش، الله أعلم، يمكن في المستقبل يطلع نص إنسان ونص حيوان، يمكن في المستقبل يطلع. أيوة صح، إحنا معلش إحنا ما كتبناش الاحتمالات القذرة الحقيرة دي، معلش يعني إحنا نكتب الاحتمالات القذرة الحقيرة، معلش يعني ده برضو إيه، أنت فاهم، من الطفولة يعملهم تحولات جنسية، ماشي. في بقى إيه، في بقى حاجات جديدة بقى، يعني حاجات أنت بقى ولا في الخيال. الجنس مع الروبوتات، الجنس مع الدمى والروبوتات، اللي بيتجوز عروسة صناعية وحاجة زي كده، الجنس مع الدمى والروبوتات. يعني ده كده من الافتكاسات بتاع الحزب اليساري، اهو انا بكتب هنا كده، الحزب اليساري الديمقراطي هم اللي بيعملوا الحاجات دي. طيب والموجة دي جاياك جاياك، لو ما جاتش دلوقتي ما تستعجلش، انا كده كده في المستقبل عقبال ما يعملوا لها ابديت في الوطن العربي وابديت في الاتحاد الاوروبي وما حوله، مركز الماسونيه العالميه امريكا هي اللي بتحركها من بريطانيا، وبعدين ايه، انت فاهم وانا فاهم وهم فاهمين. طيب ممكن بعدين يقول لك لا، احنا الجنس مع الدمى ما عجبناش، انتوا عايزين تعملوا ايه يا جماعه؟ اقول لك الجنس مع الحيوانات، الزوفيليا، الزو تقريبا تتكتب ازاي دي بقى، زوفيليا، اللي بيمارس الجنس مع الحيوانات. وبعدين يقول لك لا والله الجنس مع الحيوانات، يقول لك يجرب الجنس مع الموتى، يعني 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 ده شيء غريب. وبعدين الجنس مع الجمادات،
وقت تلاقي واحد متجوز شجرة، تلاقي واحد متجوز حيطة، تلاقي واحد متجوز، خلاص هم جربوا الجنس بكل الأشكال وبكل الصور. يعني ده كلام برضو، بالله ده كلام، بالله ده كلام، ده كده من كرامات بلوتو الدلو. انت لسه شفت حاجة يا سعادة البيه؟ ده جزء من الأجزاء، قصة الفسويات والحركة الفسوية المتطرفة، وتركيب الرجل، تركيب المرأة على الرجل بالغصب. يعني هنا كده الغرض من الحركة الفسوية هو تركيب المرأة على الرجل بالغصب، عايزين يركبوا المرأة عن تحرير المرأة، تحرير، هم مش عايزين يحرروها ولا حاجة. اتضح انه ما في من وراهم الا يعني التخبيب والموت وخراب الديار، ويطلعوا النسوان من الرجاله. ده اتضح الموضوع صح، مش كل الرجاله تتعاشر ولا كل النسوان تتعاشر، صح، ولكن الغرض من الحركه الفسويه هو تركيب النسوان على الرجاله. طيب قصه انه ياخد الرجاله يموتوهم في الحروب، ده يعني ده جزء من المخطط. طيب يعني ده جزء محترم من المخطط المش محترم، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه طيب؟ احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ احنا مش هنعمل حاجة. أنا كده شرحت لك جزء عن المستقبل السعيد وجزء عن المستقبل اللذيذ، أوكي. أنت جاي بعد كل الخراب ده والمساكنة وزواج التجربة والعلاقات العابرة والانفتاح وكله بينط على كله، أنت جاي بعد كل ده تقول لي أنا عايز أتجوز عن حب. طب ماشي، أنا مش لاقي لك جواز عن حب. أنت خريطتك، أكتب لك هنا كده، خريطتك ما تساعدش. خريطتك الفلكية وحظوظك في الحياة، حظوظك في الحياة ما تساعدش. هل انت ابوك ملياردير؟ لا، وممكن تعيش وتموت وانت ما وصلتش تبقى ملياردير، ربنا مش عايز. هل انت ماسك منصب؟ لا. يبقى ماديا انت ما عندكش المادة الكبيرة. اجتماعيا او 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 في الحياة المهنية انت ما عندكش منصب. بالمرة حاول تتنازل وتتصالح مع المجتمع وتتصالح مع البيئة ان انت ما عندكش قصة حب روميو جولييت، يعني ما فيش هنا سفينة تيتانيك، تيتانيك مش موجود. حاول تتصالح مع الموضوع ان انت ما عندكش قصة حب سفينة تيتانيك، تصالح مع الموضوع وخش في قصة حب فيها التزام. يبقى انت بتدور على الالتزام، انت مش بتدور على مشاعر، انت بتدور على شخص يلتزم معاك في علاقة. احنا ليه قلنا الكلام ده؟ لان احنا من البداية اتفقنا ان احنا ما عندناش، لا يوجد اي ضمان لاستمرارية اي علاقة مع اي شخص مهما كان، ومهما كان الشخص ومهما كانت العلاقة. زواج تقليدي، زواج عن حب، زواج صالونات، زواج عفاريت، زواج قرود، انا ما عنديش اي يعني اي ضمان. من فين اجيب لك الضمان؟ الشركة المصنعة ما بتديكش ضمان على المنتج، وبالتالي انا ما اقدرش اضمن لك الكلام اللي انا قلته ده. بس انت دلوقتي فين؟ انت دلوقتي في الشيطان أميرا لهذا العالم مع الحزب اليساري الديمقراطي ابن الرقاصة بتاع الناس الشمال ولاد الشمال، هم دول اللي ماسكين الكوكب دلوقتي، المعرسين ولاد الكلب دول. طيب وبقت بدرية خلف مشهورة، وبقى زي ما انت شايف أب أول أب تاني أم أول أم تاني، بايسكشوال، رجل بيتجوز رجل وامرأة، امرأة بتتجوز رجل وامرأة، كله بينط على بعضيه في الزمن الأخبر اللي جاي. قصة حمضانة، محدش فاضل الهري ده، محد هري، والله هري هري، وتحولات جنسية وعملية التحول الجنسي ده انا لسه هعمل فيديوهات عن مات ولد، ده انا لسه هغطي الموضوع ده، موضوع ده احنا يعني احنا لازم نغطيه. امال ايه؟ اذا كنت انت تفتكر انه احنا كده عايشين وخلاص وما بنعملش حاجة في الكوكب، لا يا حبيبي، لا يا بابا، لا يا بابا، احنا عايشين وموجودين، وانت عايش وانت موجود وانا عايش واحنا الاثنين موجودين. امال ايه؟ هي الحياة ماشية كده. قصة انه والله لا بلوتو الدلو مش هيعمل حاجة، انا اعد عليك بعد 5 سنين، احنا دلوقتي 2023، انا اعد عليك في منتصف المدة عند 2028، ماشي، وان شاء الله نعيش ونشوف 2028، وبعدين نعد عليك في 2033، وبعدها ب5 سنين نعد عليك في 2038، وبعدين نعد عليك في 2044. يعني اللي انا بقوله ده، الدورة دي كده، هنا بداية الموضوع 2024، ماشي، إلى 2000، هنا كده هو 44، كم سنة؟ 20 سنة. طيب نص المدة كم؟ 2034، زود عليها 5 سنين 2039، نقص من دي 5 سنين 2029. انا هشيك عليك بعد 5 سنين
من 2024 ل 2029، وبعدين ارجع اشيك عليك تاني من 2029 الى 2034، وبعدها بخمس سنين تاني من 2034 ل 2039 اشيك عليك تاني، وبعدين من 2039 لحد 2044 اشيك عليك تاني. دي كده الخطه الخمسيه، ودي كده الخطة 5 5 5 5 5 5 5 5. كل خمس سنين نرجع نشوف ايه اللي حصل في العالم، ايه اللي اتطور، مين اللي راح، مين اللي جه، مين اللي مات، مين اللي عاش، مين اللي صحي، ايه الكلام في رجلين الحمام. نشوف نفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. طبعا انت تعتقد، انت كانسان تعتقد ان بلوتو هيدخل في الدلو ومش هيحصل حاجه. لا، ده انت طيب قوي انت طيب جدا. مشكلتك هي الطيبه، مشكلتك انك تعتقد ان كل يوم هيبقى زي كل يوم. وفي حاجه اسمها قانون التغيير، اللي الدنيا بتتغير، ما فيش حاجه بتفضل على حالها ولا حاجه. طيب ف هترجع تترحم على زواج الصالونات والزواج التقليدي. وشكرا.